وللمزيد حول عملية استهداف رتل روسي في حمص وقتل جندي وجرح آخر في العملية ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل العسكري السوري اللواء محمود علي. أهلا بك معنا لواء محمود. تحية لك ولمتابعيكم الكرام. أهلا بك لواء محمود. يعني وزارة الدفاع الروسية في بيان لها قالت إن أحد عناصرها المسلحة قتل جراء تفجير استهدف مدرعة في حمص. بداية، كيف تقرأ هذه العملية وتداعياتها؟ يعني بكل تأكيد إذا كان هذا النبأ صحيحا وقامت به يعني فصائل المعارضة أو حتى مسلحين عاديين من الفصائل، هذا عمل جيد ونحن نثني عليه. وهذا العمل وإن جاء متأخرا، ولكن أن جئت متأخرا خير من ألا تأتي كما يقال. بالأساس الفصائل المتواجدة في كل القطر العربي السوري، إن كانت عبارة عن فصائل في المناطق المحررة أو حتى عبارة عن مجموعات أو أفراد موجودين في أي محافظة، هذا الموضوع يجب أن يستهدفوا كل العناصر الروسية وعناصر النظام، وخاصة عناصر الروس إن كان من المسلحين العاديين أي القوات المقاتلة أو الشرطة العسكرية. يجب أن لا يركن الروس ولا يهدأوا، وكل يوم يجب أن يصحى الروس ويروا أن هنالك أعدادا من القتلى والجرحى. يجب أن يدفع الروس ثمن الإبادة التي قاموا بها للقرى من خلال قصف طائراتهم منذ 2015 وحتى تاريخه. وأنا بهذه المناسبة وعبر شاشتكم الكريمة أهيب بكل الفصائل أن تشكل ما يسمى مجموعات أو خلايا مهام خاصة تقوم بتدريبها على القيام بأعمال التفجير، وخاصة للروس وحلفائهم من النظام والإيرانيين. ولكن أنا أخص الذكر أن هذا الموضوع يجب أن يكون نصف أعينهم القيام بعمليات ضد الجيش الروسي المتواجد على الساحة السورية. نعم، ولكن لواء محمود، يعني بحسب الرواية الروسية فإن العملية نفذت أثناء قيام دورية روسية بعملية استطلاعية أثناء مرور قافلة إنسانية. يعني من يقف وراء هذه العملية إذا كانت القافلة إنسانية، وهل أنت معها؟ أخي كل الاحتمالات واردة، قد يكون النظام قام بهذا العمل من أجل شحذ همة الروس من أجل مزيد من القصف ومزيد من القتل والدمار، وقد يكون تكون إيران أو الميليشيات التابعة لها، وقد يكون من الفصائل أو من بقايا الفصائل المسلحين الوطنيين الأحرار الذين كما يقال موجودون في مناطق سيطرة النظام ولكن بشكل مخفي. يعني نحن ليس لدينا معلومات مؤكدة من نفذ هذا العمل، وليس لدينا كما يقال نسبة يعني نسبة من الصح نستطيع أن نقول أن البيان الروسي هو بيان من حيث المبدأ سليم وصحيح كله. قد يكون الحادث وقع تماما، بس من المنفذ؟ حتى الآن ليس هنالك جهة تبنت هذا الموضوع. الروس يتهمون المعارضة، ولكن كما يقال هم لا يحتاجون إلى ذريعة من أجل القيام بأعمال عسكرية ضد المواطنين الأبرياء أو ضد الفصائل أينما تواجدت. إذا ما كانت الفصائل هي فعلا من نفذ هذه العملية، ما الهدف برأيك في هذا التوقيت بالذات؟ هل هو لتخفيف الضغط على إدلب التي تشهد قصفا موسعا وشرسا خلال اليومين الماضيين أم ماذا؟ أخي الكريم، بالنسبة لهذه العملية هي عملية محدودة جدا، وإن كانت جيدة ونحن نثني عليها ونثني على من قام بها كائنا من كان، ولكن أنا أتمنى كما قلت على الفصائل أن تقوم بهكذا عمليات من أجل قض مضجع القوات الروسية المتواجدة على الأراضي السورية التي ما زالت تعبث دائما بكل مناطق سيطرة المعارضة ولم تلتزم بأي اتفاق عقدته إن كان في أستانا أو في سوتشي. هي دائما والنظام والميليشيات تخرق كل الاتفاقيات ولم تلتزم بها ولو ل 24 ساعة واحدة. وأنا في هذه المناسبة أقول أن على الفصائل عدم ترك الروس والنظام يقومون بقصف جبل الجداوي، يجب أن يقوموا بفتح جبهات في مناطق التماس ودك مضاجع النظام
والقوات الروسية أينما تواجدت طالما هم لم يلتزموا، فإذا على الفصائل أن لا تلتزم الصمت وتقوم بالرد أو حتى في عمليات هجومية من أجل أن يشعر الجانب الروسي أن من يخرق الاتفاق يجب أن يدفع الثمن. شكرا. ولا تكون الفصائل والمناطق الحاضنة لها هي من تدفع الثمن دائما. هكذا. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل العسكري السوري لواء محمود علي.